حصرياً على تين تايم. بيريهان خانم، أهلا وسهلا، تفضلي قعدي، رح أطلب لك شي لحتى تشرب. ما في داعي، ما رح ضيع وقتنا أنا وأنت كرمال موضوع ما له طعمي. بعدي عن ابني إيمري وبطلي ترقدي وراه. أركض؟ أنا ما هم أركض ورا إيمري، ولا بيوم من الأيام كنت هيك بريهام خانم. أنا وإيمري منحب بعض. هذا الكلام روحي قولي لرفقاتك مو إلي. واضح كتير إنك عم ترقدي ورا ابني، ضليتي وراه لعميتي له عيونه. وبما أنه ابني ما رح يرضى يتركك بإرادته، أنا بعرف شلون أتخلص منك، وبعرف كمان شلون أبعده عنك. روحي أحكي بالموضوع مع إيمري، لأنه مشكلتك مو معي بريهان خانم. دينيز، ما بتعرفي شو بساوي. أوعيك تستخفي ببريهان. أنا لما باخد قرار مستحيل حدا يوقف بطريقي. ما رح تتزوجي من إيمري، تعملي اللي قلتلك عليه، وهيك رح تخسري إيمري بس. أما إذا حاولتي تلعبي معي رح تشوفي وقت الندم. مثل ما قلتلك، روحي ناقشي الموضوع مع ابنك. رح تندمي كتير.